السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة جريد 3. أهلا بكم في سيم 1 شابتر 2 وليسون 6 ماي هارت. درسنا في ليسون 3 السكن، درسنا في ليسون 4 بونز أند ماسلز، ودرسنا الستومك أو عملية الدايجيشن أو الجزء من الدايجيستيف سيستم في ليسون 5. النهاردة هنتكلم عن الهارت. هنتكلم يا ترى نشوف الهارت، القلب بيتكلم عن نفسه بيقول ايه. I am the heart. I am the strongest organ. انا عضو قوي. I am the strongest organ in your body. في جسمك. I do a great job. انا بقوم بعمل عظيم. I beat and push the blood. انا بدق وبدفع الدم. Through your body. خلال جسمك كله. To keep you alive. يبقى الهارت هو strongest organ وبيعمل great job. beat and push the blood بيدق، وعشان يدفع كل دقة بيدفع فيها الدم through your body خلال جسمك علشان يخليك ايه alive. the structure تركيب. I am a muscular organ. هو عضو عضلي. is the size of your fist. يعني ايه your fist؟ fist اللي هي اعمل ايدك كده قبضة كده زي ما يكون هتضرب حد. فست دي اللي هي قبضة اليد، يعني قلبك في حجم قبضة ايدك. and as you grow لما انت بتنمو. I grow too. انا بنمو برضو، يعني كل ما انت بتكبر كل ما قلبك بيكبر برضو. location موقعه. I lie behind your ribs. انا بقع بين ضلوعك. زي ما احنا شايفين هنا في البيكتشر دي ان انا هنا عندي ده الهارت، وزي ما قلت لك هو between two lungs، يعني ادي عندي lung اهي يمين ولونج تانية شمال، وهو بيقع بينهم. طبعا هو بياخد سيلات لناحية الليفت، بيميل يسارا او بينحرف ناحية اليسار شوية. طبعا هنا انا جايبه لك برضو بيكتشورز تانية. ده هنا رسمة الهارت، وشايفين هو ازاي بيعمل بيعمل حركات contract علشان ينقبض، علشان يخزن الدم جواه، وبيعمل بعد كده عملية اكسباند وبيخرج الدم اللي فيه للجسم كله. انا هسيب لك الرسمة دي هنا على الجنب قصادك. يبقى هنا اللوكيشن it is lie behind the ribs، هو موجود بين الضلوع. between two lungs هو بيقع بين التو لانجز الرئتين. سايلتلي تو ذا ليفت ينحرف ناحية اليسار. سايلتلي تو ذا ليفت. هنا حابة احط لك هنا خط على الكلمات سايلتلي تو ذا ليفت، يعني ينحرف ناحية اليسار. ماي هارت قلبي. هنا بقى هنتجه لجزء كان جاي في الستيودنت بوك. يور هارت از هاز امبورتانت جوب. قلبك ليه وظيفة كبيرة جدا. it keeps the blood moving through your body. هو ده اللي بيجعل الدم يمشي في جسمك كله. blood carry oxygen. الدم ده في دم شايل oxygen، حامل oxygen and nutrients وعناصر غذائية to every part of the body. بيوصل الدم وبيوصل الدم ده لكل أجزاء جسمك. the heart is a muscular organ about the size of your fist. هو قد حجم قبضة ايدك. it feels with blood بيتملى بالدم. هو it's expand لما يبقى expand بيبقى مليان. expand اللي هي اللي هو بيتملى بالدم. لو انا جيت بصيت هنا هتلاقيه في حاجة في لحظة بيبقى فيها القلب منتفخ، يعني هو هنا مليان مليان بالblood. of blood or stretch يعني ايه؟ هو بيفرد او بيتمدد. when it contract لو لاحظتيني هنا عندي في الصورة اهي contract لما بينقبض، يعني بيتضم كده على بعضه. هو ايه اللي بيحصل له في الحالة دي؟ هنا contract or squeeze it's push blood. هو بيدفع الدم into blood vessels عبر الأوعية الدموية. that runs through the body وبتمشي عن طريق في الأوعية الدموية دي، بتمشي عن طريق جسمك كله. blood returns to the heart بيبدأ يرجع الدم مرة تانية للقلب. from the body through the veins ويبدأ يرجع تاني عن طريق الأوردة لجوه القلب مرة تانية. it enters the right side of the heart بيخش عن طريق الجانب الأيمن من القلب. to the blood into the two lungs جاي من two lungs
blood filled with oxygen، الدم اللي جاي من ال two lungs ده بيبقى دم filled with oxygen، دم oxygenated blood، مليان أكسجين لأن طبعا حصلت له عملية exchange gases في ال two lungs. The heart then push blood to the lungs oxygen from the air we are pressed of the heart. The heart then push blood ال heart then push blood بيدفع الدم to the lungs oxygen from the air we breathed is added to the blood into the two lungs. Blood fills with oxygen travel from the lungs back to the heart. Enter the left side to the heart. بيبدأ يسيب القلب عن طريق الجانب الأيمن من القلب. The blood then pumped to the rest of the body through arteries. بيبدأ يندفع خارج الجسم عن طريق الأرتري اللي هي الشرايين. طبعا عن طريق الأرتري يا إما بيروح للتو لانجز عن طريق بلومناري أرتري، وده هتدرسه أكيد بعد كده بالتفصيل، يا إما بيروح عن طريق الأورتا إلى all body parts. The blood is then pumped to the rest of the body through arteries deliver عشان يصل the oxygen and nutrients عشان يوصل الأكسجين والعناصر الغذائية. The heart beats many times per minute. القلب بيدق كذا دقة في الدقيقة. Each beat pushes blood through the body. كل دقة من دول بتدفع الدم عن طريق للجسم كله. The heart continues to beat for your whole life. بيبدأ القلب القلب بيفضل يدق طول ما انت عايش على مدار حياتك بحركته دي باستمرار زي ما انت شايف في الصورة المقابلة. طبعا هنا عندك رسمة التو لانكس وبينهم الهارت، وبيقول لك ان دايما خلي بالك ان دايما اللون الاحمر احنا بننظر له الى الاكسجينيتد بلاد او ريد يعني البلاد كاري اكسجين، والبلو ده هنا شايل كربون دايوكسيد اي ديكسجينيتد بلاد. هنا انا ركت بالك هنا مسار الدم داخل القلب زي الدم بيمشي من القلب للجسم كله. Heart receives the blood don't carry oxygen from body parts. يبدأ القلب يستقبل الدم من جميع أجزاء الجسم ويوصله إلى بيبدأ يدخله عن طريق البي الفينز إلى الجانب الإيه الأيمن من القلب. Heart pumps the blood to the lungs. بيبدأ القلب يدفع الدم لللانكس. Heart receives the blood from lungs carry oxygen. يبدأ بقى خلاص حصل له gas exchange في ال two lungs، يبدأ يرجع للهارت تاني carry oxygen دم حلو جدا. Heart pumps the blood to body parts. بيبدأ القلب في اللحظة دي يدفع الدم الحلو الأكسجينيت ده لكل أجزاء الجسم. بكده أولاد أنا أكون خلصت معاك lesson 6 اللي بيتكلم عن الهارت. أتمنى أن يكون درس النهاردة نال إعجابك، وأشوفك إن شاء الله الحصة الجاية على خير. Thank you and goodbye. وزيوم اسمار وفيد ساينسي تيتشر. باي باي.